مرحبا بكم بالفيديو جديد من قناة تاجرو وايتي. اليوم يا شباب راح نسوي فتح علبة جهاز اطلاق سوبر كينج ومجموعة اللهيب الحارق واللهيب الاسطوري، هذه يعني هي القطع الاصلية. فيا شباب احنا راح نبدي بالقليل وراها نفتح القوي. نشيل ذني ونوديهن ده. نبدي جهاز الاطلاق السوبر كينج. طبعا احكي شحكي شقول انا افتح نشيل وشوف شوف شباب، طبعا من احسن متجر احسن متجر لشراء البلابل فيه النجف الاشرف وبالعراق شيتال ستور تويز، يعني مثلا بالنجف او هاي يقدر يوصل منهم، حتى لو خارج العراق يوصلون كل انحاء العراق، ترى خدمه التوصيل عندهم بسيطه يعني مو غاليه. فنرجع لموضوعنا المهم، وارخص ورخيصه يا شباب. اي شغلات ارخص ورخيصه؟ لا شغلات مرخيصة. قلت ارخص ورخيصه شباب. طبعا خسوا فوكس، تعال ماكو منهم نظر. اوكي يلا نبدي فتح. أولاً أوقف أول شيء هذا مقطع، سوي فوكس، أوقف فوكس، أهو مقطع. شوفوا إيش قد منتجاتهم أصلية، يذب شرار. طبعاً هذا سعره الكامل، هذا سعره الكامل 12,000 تخفيضات 10,000 دينار. هذا اليميني ويساري موجود. طبعا شباب ما قاعد اسوي دعاية، بس يعني رايكم دايم يعني خرافي هو الاصلي. خليني اني اسوي ويا هواي امير شويه وخر. اوكي كملنا من جهاز اطلاق السوبر كينج الخرافي الاسطوري اللي راح اصور فيديو. بالنسبة للعلبة مطيق ذني شخصيات، ما ادري بجا علمي نازلات يمكن بش سنة، يقول لك هنا انا شوف رابكم شباب، اكو واحد يجي يطلق، اكو واحد يجي يطلق، اكو واحد يجي يطلق. يابا الناس يطلق مستقيم، انه جاي يتعلمنا مطينا قبضة واحد وما ادري شنو ما ادري شنو. مهم خلصنا، نجي للكبير. هاي مرة امير يوخر ايديه. نجي للكبير. طبعا هاي الشخصية مدري من يا انمي، طبعا هذا موجود عندنا كامل قطعه. وحش الظلام عندنا اللاير، الحديدة ضايعة، والفريم مكسور، الفريم مكسور، والدرايفر موجود عندنا، والوميض اللامع موجود عندنا بجميع القطع، والسيف موجود عندنا بجميع القطع. اليوم راح نفتح اللهيب الحارق واللهيب الاسطوري موجود عندنا. هذا المضرب وهذا المضرب راح يجن وياها، نحن طبعا ها عندنا هذني بس هذا ما موجود عندنا. فيلا نفتح. اوكي شوف يساري ويميني، هجوم ودفاعي، يعني مواصفات جميع المواصفات. نفتح شوفوا من انا غلاف مال شيتال. طبعا شباب هاي سعرها 12,000 عليها تخفيض بلش. هاي شوف صارت ب 10,000. لا هي بربوطعي صارت بثمعش. أحسن متجر ألعاب بالنجف شيتاز ستور تويز. هسه تجي تفتح من أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب العلبة نسوي لها هيجي العلبة وسندها. هذه أجهزة الريكوردات ما تبى ما تبى. نجي هسه أول شيء نفتح نبدي بهذا المضرب على قولتهم، مضرب السيف. طبعا اوقف شوف اوقف يميني هذا تجوية ذاك جهاز اطلاق الازرق هم انا في السماء. المهم بس انا شغل جهاز اطلاق. طبعا هذه مالته. اصبر بس طبعا اكيد مو دوران حر، اكيد
اكيد يعني ودوران حر. نخلي هذني من انا هاي مالت اللهيب، يعني تتخلى باللهيب، هاي الفتحة تتخلى بفتحة اللهيب، تتركب هنا هتشي تركبه وتفرح. صار عندنا هذا وهذا الثاني. صار عندنا لحد الآن جهاز إطلاق شو اسمه السيف القاطع، يمكن هذا السيف ما أدري يا سيف. أوكي نبدي بجهاز وقف مريض إطلاق اللهيب. تخلي الواحد وقف أجيب بلبل. جرب شوي وخر. حلو. وقف وقف جيب لي العشاء، جيب لي العشاء. جرب جهاز الإطلاق قرب اسمه. جيب لي ذاك الأزرق هم. أوكي هذا العادي بالحجم كبير. أوكي قوي ما أعرف ليش مو بعد ما يطلع. يا ذكي الذكي. يلا هتشطل أجرب أنا ولا أنت. طفي وشطل خصت من النقطة من النقطة. 3 2 1 دايم يا قوة. 3 2 1 go. طبعا اكيد راح يخسر لانه هذا احنا مسوي شيء. المهم ودي الحلبة ودي جهاز الاطلاق. هذا الاستكارات، هذا الريكورد الثاني. هسا نبدي جهاز الاطلاق. يمين ويساري جيب الجوكر. هجي مع قطه شو 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 يعني فتشي كلش قوي وزين وعادم. هجيب لك زين قوي يعني لا بأس به. جاهز ننطلق به يا شباب شوية ونرجع. اوكي يا شباب نكمل فتح علبة اللهيب. تفضل شباب. أفضل متجر في النجف شيتالز ستور تويز، توصيل جميع أنحاء العراق. أوكي نبدأ باللهيب الأسطوري. نبدأ بالدرايفر. طبعا هذا المضارب شبير فوكس. فوكس إيه. هذا الاستكارات. عندنا نفسه بس بمطاط. هذا النسخة الأصلية بنفس الحباية الذوب وبعدين يصير هجومي. طبعا احنا عندنا هذا. اوقف. لا مو هذا، واحد ثاني لونه احمر بس تقليل. لا ولا احمر، هذاك المطاطي. اي صحيح ذاك ما بيش رخوفة. اوكي يا شباب طبعا هذا الدرايفر الاصلي ثواني. فوكس هذا الدرايفر الاصلي اللي يصير بمطاط وهذا بالدائره مال اللهيب وشويه وارجع. ونكمل يا شباب بعد ما رويناكم درايفر اللهيب الاسطوري ننتقل الى الحديده. طبعا هو هذا فوكس. شوفوا هاي الدوبله الصغيره هذه لما نذوب راح يصير هجومي. ننتقل الى الحديده اللي هي حديده رقم 7. نخليه فوكس خليه هنا. لا
حديدة. ها شو ثقيلة هاي. أصور استني أركز. خليها دايم. أنت مصدق هاتشي 22 جرام. أوقف شو متعرفين شنو؟ لا 22 23 جرام. وليها حديدة 7 حديدة ال حديدة الفاش يعني هو البلابل. شي تاج ستار تويز تاج روسكو حديدة 7. خلينا هنا نجي للليير الخرافية. طبعا هاي اللير لير اللهيب يميني يميني ويساري يعني اكيد الكل يعرف. تحاولي اشوف هنا فوكس فوكس. اكو خطين طالعات هذا خط ومن هنا خط. نقدر مثلا نبدل عندنا حتى لو هذه مالت هذه وحتى بهذا يصير مثل ها هذا من هنا فتحة ومن هنا فتحة. شوفوا شباب يتركب بهذن الفتحات ويفا. هسه صار يساري. هسه صار اوقف صار يميني. هسه صار يميني. شو عرفتي؟ اذا الحدا هذن هنا فالحديده راح تكون هنا فهسه صار يميني. هسه صار يساري. شوفوا هسه اوقف. شوف خلينا نحاول على النمط اليميني. يميني جيب الحديده جيب الدرايفر. اوكي صار صعب قوة شوي بصعوبة. بسوي يساري سويته يميني. يلا قدام الفيديو هنا اقدر اجرب. ممكن احاول ما صادق هو يتبدل وحده غير اللفه ما اعرف ليه. ممكن اجرب صادق بعد. ممكن انا اجربه شنو يعني عود انا ما اعرف اركب. اوقف ثاني ثاني جرب بس الدرايفر. هاي هسه يميني متأكد ها شوفوا جربت بس الدرايفر طلع يميني متأكد بس الحديدة قاعد طخ بيه. يلا قاعد تشوف قاعد يتبدل وياه. هاي واخيرا هاي تركب. هسه يميني شوفوا يميني على صوت يميني. هسه راح اسوي يساري. اوكي يا شباب سوينا يساري. هسه ليفت نجيبه ندوس على هاي حيل الحديدة ندوس حيل وهيك نحاول نحول حول. اوكي كليكات قوية. هاي صار هسه صار يساري. ثاني شوية وخر التجربة عادي ماتك. شباب اسوي وارجع لكم. اوكي شباب على ما صادق ما اعرف شو يسوي. هنسوي نزال بين الجوكر الحكم والشجاعي. اوكي ركبته صار يسوي مخبل مخبل وحسين. يلا وقف وخر خلنا جوكر. هذا لهيب اللي صاري ضد وانا عيد 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 والله قوي عيد هاتشي. يلا اول
شيء اني اوكي اوكي يعني خفيف خفيف بس ثواني فاز اللي هي بس خلنا نغير الدرايفر بس ركز بشكل شباب ركزوا بشكل ايش قد اسطوري هاي القبضه اللي اسمها مالت الساطور مالت ما وحش هسه نجي للوحش الوحش 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 يمكن على مود اشتريت هذا اول اكيد على مود اوكي يا شباب طبعا اثواني جينا الوحش نبدي بالدرايفر ارفع 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 ابوي ارفع اسوي فوكس فوكس دايم الدرايفر اللي يتغير وضعياته طبعا هذا الوضع الدفاعي ايش دراك انت الوضع هذا الوضع هذا الهجومي تحملي تحملي اوكي خلينا نطفر هذا الوضع الهجومي خلي 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 تخلي يبين هذا مزدوج ثواني شوف 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 مزدوج يوهو مزدوج أغلبية هجوم شكله أكل وين القافز هذا شنو هو دفاعي يعني قافز اي قافز الثاني هذا يمكن يطفر اذا تشوفه يعني ما ادري هجومه والله ما اعرف بس تخليه هذا هذا والله ما اعرف هجومه يجمز هذا دفاعي سنخلي احنا دفاعي نروح لحد التزيرو طبعا ردنا نجيب جارح الرغاء بس على غير لون حديد تزيرو طبعا من ما يعرفها احسن وانسب الحدايد الكل يعني شو اسمها اوكي نعنى العظمه ارفع 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 نسوي فوكس دي طبعا اكيد هذا مو مطاط بلاستيك بس احنا نقدر نحط له سيليكون بس مستحيل نحطه نقدر نخليه يمتص طاقة هسه هو حاليا بالوضع اليميني يميني نركبه وين درايفر هذا درايفر نجي نضغط على هاي الزرقة شنو هذا على وساطة ركبه خلي عبد نزالات طبعا ركبته صار هسه بالوضع اليميني اوكي نلعب بنزال ضد الشجاع الاسطوري شنو الشجاع الاسطوري سوي بالوضع اليميني هذا هسه يساري سوي يميني نافع نفرق نسوي يمين اميره هسه الشجاع الحار شو اسمه شنو الشجاع اللي هي بالحار اللي هي بالحريق ما ادري الحار ايش بيه هسه هو يساري يساري اي هو يختار بشكل الشكل شو يلا 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 سوي خلي على المزدوج صادق خلي على المزدوج خلي على المزدوج هذا هذا ايه وهذا المزدوج وهذا مزدوج هذا هجوم شو هذا المزدوج ايه هسه يلا روح سوي جو شوت شوت عاد عاد سريع 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 شباب انكم تذكروني يا شجاع الاسطوره من جزء الايفوليوشن والحارق مو هم من جزء الايفوليوشن اي من جزء الايفوليوشن افتر يلا وضع الهجوم راح يخليه يا شباب وضع ال هذا مش دوت هذا كان جوه مو قلت لك بس نزال شوية قوي هسه هذا يساري مو ايه نلعب بيه ضد الجوكر بس يا شباب شوي ثواني على الوضع الهجومي هذا وين المقابض السود يا ولد لا شرط
ولدي يا لا شنو شرف خلنا نطلق على ما يكمل أمير. يلا هي صدق ترى وانا راح خلي راح ارجع اشيله. لا جوز اشيله بس ما راح اقدر. صارت اريد لاشر اسود وين؟ اوكي يا شباب جبت لاشر اسود بس الاسود يشتغل. لأن خلي له هذا الرصاصي شوي صادق شوي يلا جهز روحك. اوكي I'm ready. شيمبون صغيرة ناخذ حسابنا شجاع الاسطوري خليه يساري مو شجاع لهيب لهيب ثواني نسوي يساري شوية تحرك على النص بعد ما يترك بعد ما تسوي بعد ما تسوي بتجيب هذا نخليه على الوضع شنو بكيفك؟ اوكي صار يساري ناخذ هذا خلي ليفت جو شوت شوف السكينة بقى جو شوت طيب ابو المزال دايم ومع السلامه.